وبكل صراحة بأن الهدف اللي جاء الهدف مبكر، يعني اللي حاولنا حنايا باش نبقاو مركزين، ولو ما كانش تسجل لنا الهدف ديك الدقيقة اللي كنا نقدروا حنايا نبقاو واحد ديك التسير ديال المقابلة. كتحاول دائما باش تخرج باش تسجل التعادل، يعني مادام ما كتخرج باش تسجل يعني يمكن تصدر تسجل عليك الهدف الثاني، لكن الحمد لله يعني الهدف ديالي هو انا بجد يعني مسرور بهذه المقابله، ولو كتكون ديك النتيجه قاسيه بواحد الصفر، فالكره حنايا نجيدو نشتغلوا بالكامل.